ترينتروني وتانكريدي. الصحيفة الإيطالية أضافت أن مدينة نانجينغ باتت أشبه بمستعمرة إيطالية، فبالإضافة إلى تواجد فالتر ساباتيني كمدير لكرة القدم في نادي سونينغ والقدوم الوشيك لفريدريك ماسارا، ها هو فابيو كابيلو يتولى تدريب جانغزو جالبا معه المعد البدني جامبيرو فينتروني ومدرب حراس المرمى فرانكو تانكريدي، فضلا عن كريستيان بروتشي وجان لوكا زامبروتا، والأخيران أكثر من مجرد مساعدين فنيين حيث سيكونان مدربين يتطوران تحت قيادة كابيلو. تشير لاجازيتا ديلو سبورت إلى أن عائلة زانغ لا تريد تمضية الوقت في تطوير نادي إنتر فقط، لكنها تريد أن يكون هذا التطوير متزامنا في أول نادي اشترته أيضا.